بالسيارة، قاعدين بالسيارة، احنا هوملس احنا هوملس. اوه نا نا نا. أنا جايز ما تعبانة أني. الروز. وهي شو معنى الروز بالعربي؟ خضع حنان. وين فلوسكم؟ Hello guys, welcome back to my channel. Hello. قررنا انه انا وعلي نسوي تشالنج نعيش بالسياره لمده 24 ساعه او يوم كامل. وكنا هنا مدينه بتكساس اسمها مارفا، تبعد علي انا تقريبا 9 ساعات بيها محل برادا. هو محل بس راح احط لكم صوره هنا، هاي احنا رحنا هناك شايفين هاي الصوره اللي شايفيه بالافلام اللي شايفيه بالصور، اكو يعني هو محل بالصحراء ماكو حد يشتغل فيه. In the middle of nowhere يعني بصحراء هيك مدينه متروكه. خلينا نروح ونسوق لهاي المدينه، خلي اشوف لكم شنو اني اخذت وعليهم جاب اشياء هنا حتى نشوفكم شنو حاط. كيف قمصان شورتين مات جواربات، يعني احب دائما اغير جوارباتي، هو اتعقد من الجواربات الوسخه فلا ابدل واحد من اهلي حلبسه. تعال اشوفكم اني شنو ماخذ. اول شيء هنا ماخذ المكياج مالتي، هذا مال تنظيف طبعا لازم احتاجه. هنا حاطه الجنطه مالتي حطيت بيها اشيائي، هنا هذا شورت جواربات تي شيرت، ماخذ هنا حذاء. شوفكم باكر الصبح يا راح نقضي 24 ساعه بالسياره. ها اي الروز هي اكل لازم بالسياره، والنوم حيكون بالسياره، تغيير الهدوم كلها بالسياره، هذا حيصير. Good morning guys، طبعا هسه هذا ثاني يوم، هسه دخلت سبحت، بدلت، تحضرت، بقى بس نحط الاكل ونروح. اول شيء هنا حطيت هاي الديسنفكتنج وايبس مال تنظيف مال تعقيم، هاي الوايبس، حطينا كلينكس، وحطيت تشيس مال الزباله اذا نحتاجه. صباح الخير جايز. هاي راح تكون مال اكل مالتنا. هنا عندي فواكه بعد لازم اطلع فواكه، وهنا عندنا السناكس. يلا الفواكه نحطها بهذي، هذا يبقى بالي يحافظ على برودته، نحطها هناك. هنا دا اسوي هسه سموذيز قبل ما نطلع، لان ما راح نتريق. طلعنا هنا الهوت دوغز راح نحطهم بالاوفن حتى وراها نسوي ساندويتشز، لان هاي الساندويتشز الوحيده اللي راح ناخذها ويانا. باعوا كبراتها صارت. عندي هنا بيض مسلوق هم راح اخذه وياي، باعوا البطاله مال مي هذا كليته راح ناخذه ويانا. اي ثينك علي احنا وير ريدي. اوكي جماعه هسه طلعنا ال 24 ساعه لحسه تبدي، وهاي سيارتنا العزيزه هسه حناخذها بيت مو سيارة بس. طبعا الطاولي لازم لا صغيرة الصراحة، يعني صراحة صغيرة. هلو اجين، are you excited علي؟ اشكالنا بعدها ما نوم. او ماي جاد طالعين برادا مارفا تشوفون سابيش 8:38 AM جايز هسه نحط بنزين 24 ساعة. So good. I need to finish هاي الأجزاء بعدين أدرس. والله ما أعرف شو أقولكم guys، هيك قاعدين ناكل نكرس نسولف نسمع أغاني ونعيد. بعدنا 5 ساعات ودقيقتين. يب. إي نوصل تكون الشمس بعدها طالعة. هذا الشيء المهم اللي إحنا كنا نريده حتى نشوف المدينة بريسك ما نشوف شكو ماكو.
تدرون سوق 80. نروح نجيب مي. تكساس متروسه مطارات خصوصيه يعني الكواعد عندنا ما تر مطار مستحيل ما شاء الله عليهم يعني بس انا راح احط مكياج مال بيت تقريبا اعتبره مكياج بيت يعني شنو يعني ميك اب نو ميك اب هذا اكثر شيء اقدر اوصله حاليا صاروخ اقدر اسويهم لان كلش سهلات ما يحتاج فتشي يعني تركيز بيه ننتقل الى الامام رجعت لك عليا طبعا هسه الساعة 2 بعد تقريبا 4 ساعات ونوصل لان لازم نوصل هناك بالستة جايز رايحين على ايران with two A's يجي ايران والله ايران عندهم الغاز ستيشن صراحه عندهم بنزين بدو الحين مقوليهم ويلكم تو ايران او ذيرز ا غاز ستيشن هير او شيت يلا وقفنا طلعوا اخيرا طلعوا من السياره يا الله هسه راح ندخل ندفع حتى نحط بنزين لان المشين ما تشتغل ونستخدم الحمامات يا رب يكون حمام نظيف it's clean ويكوبي ولابس هذا الماسك COVID-19 شم this is my design watch out guys الشم اسمه طبيعي طبعا حتى بالفيديو ما تحارب مثل مستحيل على عارف صح حتى بالفيديو عارف حو طبعا سيارة من أزمها كلش حارة. الريستورانت راح يفتح هنا أنا مرة ثانية. هات دوغ بليز. In Marfa, expect partly cloudy skies starting in the afternoon. Temperatures are heading down from 93 degrees to 73 tonight. That's not bad. That's good, bro. Yeah, you got enough. You think that enough?
خلينا نيجي حي نو حبيبي ما فيش ما صوت خلي حي لنا اسوي الاي لاينر مالتي سويت هاي العين هسه لازم اعدل شويه بهاي العين ما دام شويه واقفين بس قالوا نوصل 34 minutes مو شنو هاي سو كول هو in the middle of nowhere. وصلنا للـ Prada store. We're gonna give them their room. Okay. Yes. That's so cute. Guys, we are not friendly. You need to leave. Did they ever sell any of these at some point? Yes. Yeah. They still sell these. Yeah, okay. So everything is like probably up to date now. Yeah. Did they change them? No, but they're vintage and we still have them. There's a bear right there. That's us. Shifto guys? Hey, Ani. طبعا هسه راح ابدل هدومي يعني لابسه هاي السويترز بس هيجي ابدل لبسه هيجي جبتها وياي سريعه كاجوال حتى اخذ صور هنا علي بعد القميص صار بي ما انت تعرف راح يتعقد السياره تروح تبدل بسرعه البس الحذاء طبعا اني من المارلينج متعوده ابدل بكل مكان خلصت اي بس غير خلي اشوف لبسي واعدلها وياكم هيجي احلى لو اسوي هيك طبعا جبنا الستاند حتى نقدر ناخذ صور نوقتها هنا البرادا ستور we're gonna have a mini shoot هسه صور راح تشوفوها على انستغرام I'm so ready and I'm so happy عالم هنا حاطين مالتهم اللوكرز ومكتوب عليها مثلا تاريخ اسمائهم وهيك شيء مدار المحل كليته so cute طبعا الهواء تشوفون الهواء
انا جوي اقل شيء 4 سيارات يمكن، احنا وكنا واقفين وقناف الصور يعني مكان يجون بيه عالم ياخذون الصور يشوفون يفرفرون ويروحون يعني حالهم من حالنا. بس لازم ندور على مكان نقدر نصف بيه السياره، هو مثل الار في بارك، كل العالم اللي عندهم مثلا هيك سيارات او سيارات ار في هذول يسوون لهم باركات على الاماكن الخارجيه. هسه احنا تعتبر اماكن خارجيه فاكيد اكو ار في بارك، فندور على واحد زين الريتنج مالته زين حتى نفرق بيه قبل ما تظلم الدنيا ونعيش بالسياره. والارتست اللي مسوي البرادا ستور خلاه بعيد حتى يعمر ويا الطبيعه، يعني ذا هول بوينت من الستور انه يكون بعيد وما حد يصلح بيه، ما حد يسوي كونستراكشن عليه، ريكونستراكشن، ماكو اي شيء. البضاعه بيتبقى بالضبط، فكليتها تعمر. يا وي باك اون ذا رون اجين. باع الرينبو اللي هناك كل الالوان واضح كلش. وصلنا لهذا المكان هسه مال ار في اسمه تامبو ان. اوكي مع الاوفيس تشيكن هنا. اوكي جايز وصلنا للار في بليس اللي حنبرك بيه. هذا الاوفيس مالتهم. هلا ضريحه، هاي الطريق قاعد تسوي الانفورميشن. شفت روميوش قدوتي؟ هاي الاوفيس مالتهم؟ هاي الاوفيس مالتهم. هو يعني مو اوفيس بس يعني حاطين اوراق بيها ما ادري شنو. تجون تسوون تشيك ان. هذا المكان يجون يفرقون. بس ما تخبوا. احنا انا فرقنا. احنا اوكي. خلاص راح نبقى نعيش حياتنا. سب السيارة. هاي باب البيت. علي فتح لي باب البيت. هذا بيتنا. الطاولة. تاتا. كملت بعد أكثر. طبعا كان لازم تجيب فراش من هذا اللي النفخ، بس أنا علي قلنا ما نحتاجه. هسه دام تفكر ما نحتاجه. لا رجعنا حتى والله. بصراحة احنا ما نريد نستخدم اي شيء، فلذلك احنا قررنا اصلا ما نروح لهوتلات، لموتلات، كل شيء احنا ويانا بسيارة، فجبنا طفال 2 كبار، اني اساعدك وانت تساعدني، تغسيلة الايد وتغسيلة الوجه وبعض الاماكن الخاصة للتنظيف. احنا عايشين بالسيارة، احنا عايشين بالسيارة، احنا هوملس. بصراحة يعني كلش عاجبني انه خلاص راح نبقى بالسيارة. هاي حمام مالتنا. هذا المكان مالتنا للتغسيل. يلا واحنا. يلا. نص. باي. عافية. يلا بولي سلال بولي. That's so funny. واو الشمس بعدها؟ It's still light right? الساعة 9 يعني؟ Yeah. شذب؟ اي والله. Guys ما انا كنت ابدل هناك بس ما ادري اذا تشوفوني ولا لا هناك. واو ايش لبسي؟ Guys باعوا. اجيب وجهي غير هسه قاعده دا انظف وجهي انا وعلي بهذا. وهذا تايلي هي. Actually I'm not complaining whatsoever. I'm enjoying this so much. والله. طبعا اني ما احب استخدم الميك اب وايبس ابد 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 لان احسها تسوي رينكلز اذا انسان يستخدمها دائما، فلذلك كلش ما احب استخدمهم الا بالاضطرار. طبعا هاي مالتي جابه بيها الاشياء مال غسول الوجه وكل شيء، فهذا مالتي لغسول الوجه هسه راح استخدمه.
حط كلش قليل هنا أنا ماي. عفية عفية أنا مو بشهار. بعدين خاف استبرد. لا أوكي أوكي يلا. مزبوط الصح. إيه كاهية تتريش علي. يلا. يلا. بعد شوية. كاهية. ما عندنا بس مي استخدم. ما عندنا خاولية طبعاً. برد ويا جماعة. أنا أسرع يدخل بالسيارة بعد هاي. تبي تجواريبي هسه بس جواريب مال البيت. لا اللي عندي كم من الصبح لحد هسه لابستها بس هذا بس جواريب جديده حتى ما استبرد. اتصور راح تبرد بعد اكثر واكثر. طبعا خلي احط النايت كريمز مالتي احسن لي. عندي سيرم خلي راح ينام هناك. بس احنا بالطول بعدين اي ادري هسه احنا بس نتفرج نتفرج تي في شو بقى مين يتكلم. You are really chilling. اوكي I want food though. Make me food. شو اسوي لك اكل؟ جايز راح نتفرج تي في شو ونسوي اكل. Fritz widow Lady Elswith alienates men who are loyal to him. The king's priest. And as such, no longer have a role. And Lord Elth, greatest great love, Ragnar of me. They want to enjoy all of you while this time. Once the warrior has been skewed, destiny is all. Oi. دانه شويه ايه اكو بارد بالموضوع. جايز راح افرش اسمي لان حسيت علي نانا يم نانا معجونه نايم بالفتحه. تفتح الباب وتطلعي برا؟ ما اريد اطلع برا ما. لا مو مخابيل عادي كل عالم تسوي كامبينج. شو كامبينج؟ قريب السيارة عيني. هذا كامبينج بالنسبة لي. ديترمينيشن. بس الفرحة تمت. بس اقدر اغفى وانام وانعس شو ما اريد اسوي اسوي. على وين انت تحتاج مساعدة تفرج سنونك؟ That's it. انا راح نلعب تليفوناتنا ونخفى. انا هنا راح نام. اي شلون شكلك علي اقطع؟ تاخر والله. لا والله جديد يعني شو اقول لك يعني؟ اي جايز ما تعبوا على اني. لا بس جديات ها هي خلاص راح ننام نعسنا انا وعيني نعسنا. لا طاولي لا طاولي صدق ما لعبنا طاولي. ايش جبنا؟ انت اصلا تعرفين تلعبي؟ انا اعرف العب بس اول ما لعبتين لازم اتعلم بيهم والثالثه عاد تصير منافسه. بس هسه احنا كلش مطفين لان كنا نتفرج مسلسل ونغفي على نفسنا. هسه راح ما ادري نبقى هيك بالفراش. ايه علي دير باك تحرقني. بس احنا حالة استرخاء. جايز اربعة اربعة الفجر اكتشفنا انه السيارة ابد مو كومفورتبل. سوري فاك ايش اسوي؟ شنو يسوي بعد؟ الشي ايش هي دوه؟
مالتي. والله احسن شيء. ترى باردة كلش. والله ترى بعد ما اطلع وياك. كل لبسه فدش. هاك كوشتك وخلينا نرجع ننام. يلا good night again guys, good night again. صباح الخير. جايز قعدنا من النوم نسيه تشوفون بالاخير ايش سوينا انا وعلي. رجعنا الكراسي طبيعي, علي نام هنا واني نمت هناك. فتحت الباب وطلعت رجلي لانه شوي طويل. بعشرنا لا اشكالنا خرافيه هسه حاليا. الاناقه دي واو. يلا لقينا حمامات. يس لقينا حمامات, هي المكان اللي تفركون بيه كل شيء. الناس كلها بعد نايمه طبعا. صدق يعني هذا عنده فراش. اي هذول الان بعد نايمه. هو عنده فراش طبعا. شنو احنا اول ما اجينا لهذا الار في بارك مكتوب انه الريزرفيشن كليتها اونلاين, طلع عندنا كل شيء بوقت. فأنا وعلي قلنا خلني نحجز إنه إحنا جايين باكر, بس إحنا اليوم نفرق. وإذا إجا علينا أحد يقول ها مخربطين بالأيام. وهذا اللي سويناه. يلا لازم أغسل وأفرج قبل ما بدي. طبعا جبنا اثنين من هذولي, بعدنا على نص واحد. عبالكم ثوية كلش برية. عاش الإنسان البري. ترى هاي أصعب من اليوم. والله شنو كليت دا ينقض علي. عفيه بس وجهي كلش بارد. نشاط نشاط صدق نشاط. يلا جيبة يا جماعة تشوفون هذا, بس والله احنا مو همج, بس يعني هاي الظروف ترى. صراحة يعني I'm so happy انه سويناه جديات. I'm so proud of us. طبعا هوا بارد بحيث كل ما نبلل وجهنا او ايدنا راسا تصير كلش باردة, بس الدنيا حارة يعني الشمس حارة بس الهواء من يساعد. يا هي وجهي. طبعا قبل ما ابدل لازم احط الفيس برودكتس مالتي ما دام وجهي بعده نظيف. بعد وجهي مال النوم انتهى. علي سمعت صوت حيوانات غريبة بالليل؟ انا ما سمعت. No, not really. كل شي ما سمعنا صوت حيوانات. لا احنا السقف مفتوح ترى بس. صدق؟ اي السقف مفتوح. مفتوح كله مفتوح؟ من هيك العلاني كنت بردانة بالليل. كنت كلش بردانة. انا مش بردانة. صدق؟ بس مش تبع ما بيحي يطفي. اوكي خلصنا البرودكتس مال وجهي, هسه ابدل. التبديل علي. يلا تبدل لو تبدل زوين قصورة عزع الباسي ولا شنو. بس راح ابلش اسوي الريوق مالتنا. لان عندنا الايجز مالتنا. طبعا لان ما عندي شيء اقصقص الايج عليها, فدا اقصقصهم بنص الساندويتش. واحنا البويل مالتنا ما نسوي هارد بويل لا, فتبقى مالتها ما يعني الصفاري ماي. بس ترى أنا كلش أحب هيجي أشياء برية جديات, كلش أحب المغامرات والأشياء الغريبة اللي ما أسويها يوميا. يعني عجبني أجرب أشياء غريبة إلي. It's not appealing to the eye. طيبة راح تكون صح؟ والله راح تكون طيبة. الأكل ورا الجوع تكون كلش طيب. شرف ويتش. يعني بريج إكس أند ويتش. سودة علي سودة بيضتي.
هو كلش عالي. ليلي طفى ليش؟ ها ها. عالي تقسمها بالنص قوية أحسها راح تكون. هاي تكون قوية بس من متى تطفى ليش؟ شو؟ ناشفة شوي؟ اها ابيض عاد. هاي السفرة كلها حبيتها بصراحة. هي مو سفرة ما ادري ايش يسموها انتم. بس you can call it whatever you call it. كلش تونس فيها. بس الشيء الوحيد اللي يضوج هو النوم. هي اثنيناتنا طوال. يعني برو واز ميزربل يعني والله اني ونايمة ابكي. وكانت كلش حلوة. هيجي مدينة قديمة. بس مسويها فينتج حتى العالم تجي تاخذ صور يعني واضح انه الاشياء اللي ضايفيها على مود الصور ضايفيها والاشياء اللي مبقيها حتى بيها موتيلات وهوتيلات شفت صغار بس اكيد تخوف هسه بكوفيد 19 واحد يبقى بهوتيل وموتيل ما تعرف العالم اللي دا تنام او دا تبقى بالاماكن اذا مريضه لو لا حطيني ماي على ايدي تسمعون صوت القطار مرة ثانية وراح ننطلق على الرود again on the road we go اسمه Juan Dominguez de Mendoza. Definitely Hispanic, Mexican. Yeah, Spaniard. So we're camping من هنا كاليفورنيا. يلا. مستر. Blame it on monster. ترى ما اشترينا كل البراك. ما اشترينا ولا أي شيء من البراك. واو. جايز هسه طلعنا من مكان كوما بي هذولي مال بيبي بيبي بالكرتون تذكرون اسمها رود رانرز حتى احنا ما رود رانرز بيبي وين فلوسكم؟ شافا وي هاي ايش قاعدين هاي؟ السيارة دا ترقص هريس 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 هي أنها مارفا وين هي يستنبع وضعناها قطع تكسس كبرات هنا أنا مارفا راح أروح لهي يستنبع راح النفسية وغسلت إيديا بصابون كلش فرحت أنا يا مرحبا يا معاي تسمعون هاي الأصوات مرات علي يسويها بوقت هدوء ماكو أي شيء يسوي هذا الصوت Why do you do that bro? ليش؟ صوته حلو والله الدنيا بعد خمس ساعات نوصل 6:45 شناب بعد bless you كورونا لا 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 في بهارات نسوي تشالنج بيها محل هاي الصورة
أخيراً بعد 4 دقائق نوصل على البيت جايز. والله ماشي وصلنا لا أشتم البيت مريحتي. I'm so happy guys. Guess what؟ وصلنا للبيت خلاص. خلصت سفرتنا هاي الجميلة، صارت أكثر من 24 hours إحنا بالسيارة. تخيلوا البارحة كان survival، يعني معناها إنه بس عيشة، يعني بس مهم واحد يعيش، you know what I mean guys. أتمنى تونسوا يعني بهاي السفرة وهاي التجربة، يعني صدق ما تنسي. I had so much fun. Yay, me too. إذا حبيتوا هذا الفيديو you know what to do، thumbs up، واللي بعده مسوي سبسكرايب لا تنسون تسوون سبسكرايب هنا. ترارارا لسه احنا نروح للبيت. I love you guys. Bye 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 شباب.